الملحق، ملحق خاص أو بروتوكول خاص لإنشاء القوة، مهامها، عددها، هيئة الإدارة، كل ما يتعلق بهذا الموضوع كمسود دولة عممت على الدول الأعضاء لإبداء آرائها، ثم المفروض تعاد إلى الأمانة العامة لعرضها على القمة. احنا في طور ننتظر من الدول العربية مرئياتها وملاحظاتها، وعلى أساس يجتمعون مرة أخرى المعنيين بهذا الأمر. وإذا الموضوع ما زال قائما، ما زال حيا، ولكن موضوعات هذه تطلب دراية ووقت ورؤية استراتيجية ويعني التزام إلى آخره، فلا نستعجل هذه الأمور. بالنسبة للأزمات اللي تعاني منها بعض الدول العربية، قلت هل المجتمع الدولي يتحرك بسرعة من الجامعة العربية؟ نحن جزء من المجتمع الدولي، يعني نحن في قلب المجتمع الدولي، والقضايا العربية أساساً يلزم دائماً المبادرة تكون في الإطار العربي. في بعض المرات أن يصعب تقل المسؤولية أنك تحملها، لأن الأزمة السورية لو ما كانش هناك قرار من مجلس الأمن الدولي ما زالت في مكانها. القرار الصادر عن المجلس هو اللي حرك الموضوع. ولماذا ما نستفدش من المجتمع الدولي والأمم المتحدة إذا كانت إحنا كجامعة عربية منظمة إقليمية وهذه قضية تمسنا؟ فهذا ليس هناك يعني نشعر بنقص أو شيء من هذا القبيل لما ترحل قضية عربية إلى إحنا بودنا أنها تعالج في الإطار العربي وتنتهي. لكن إذا أصبحت المشكلة لها أبعاد إقليمية وأبعاد دولية، أنت مضطر أنك تنقلها إلى المجتمع الدولي، ولكن تبقى متابع ومنخرط ومواقفك محددة ومحركة، ليس متفرج، وأنا دور المحرك أساسي. لأن من يعني يحرص على وحدة ليبيا ولا وحدة سوريا وسلامتها؟ الدول العربية قبل كل شيء، بقية اللي خارجين بالنسبة لهم أزمة من الأزمات الدولية، لكن نحن إحنا اللي مهتمين بها. الأمين العام المساعد للجامعة العربية جمال دياب من قناة الغد العربي، أتحدث عن هل ربما توصلتم خلال اجتماعكم هذا إلى آلية محددة وواضحة، واضحة المعالم على الأرض لمكافحة الإرهاب المنتشر في العالم العربي، وأيضا فكرة أخرى خاصة بالملف الليبي. داعش كل يوم تتمدد في ليبيا، وهناك مخاطر جمة خاصة مع اتصال داعش مع جماعات تكفيرية وإرهابية في مالي وفي عدد من الدول الإفريقية، جنوب ليبيا وجنوب الدول العربية. الوضع في ليبيا الآن مقلق للغاية، هل توصلتم أيضا إلى آلية محددة واقعية على الأرض باتخاذ قرارات ذات فعالية لربما رفع الحظر عن تسلح الجيش الليبي؟ شكرا جزيلا. شكرا. بالنسبة للآليات لمكافحة الإرهاب، إذا سمحت لي، هناك يمكن عنا 5 أو 6 اتفاقيات. استراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، وهذه كانت في نهاية التسعينات. الاتفاقية العربية لمحاربة الإرهاب في 2000 وطورت بعد ذلك. الاتفاقية العربية اللي هي خاصة بتمويل الإرهاب. الاتفاقية العربية الخاصة بمراقبة المواقع الإلكترونية للإرهاب. احنا عندنا آليات، مجموعة من آليات، والدول العربية وبالذات وزراء الداخلية في تنسيق كامل، تبادل المعلومات. لكن الموضوع أكبر من ذلك. يعني تقول لي على سبيل المثال ليبيا الآن نحن أمام شيء عاجل، ونحاول دائما، هو تشكيل حكومة وحدة وطنية وفقا لاتفاق صخيرات كخطوة أولى. 2، بعد ذلك مجلس الأمن لابد، وإحنا اليوم طلبنا إلى حد بمجرد إنشاء هذه الحكومة وتشكيلها الحكومة، لابد من مجلس الأمن يأخذ قرار لرفع الحظر على السلاح إلى الحكومة الشرعية في ليبيا بمجرد هذا.
لمكافحة الإرهاب وبالذات داعش. ثلاثة، تشكيل حكومة واحدة وطنية بسرعة راح كذلك يجنب ليبيا التدخلات الخارجية. هناك تدخل خارجي على أوروبا ودول غربية لا تكفي نواياها بأنها تحذر وتعد قوات تدخل، فنريد أن نستبق كل هذه الأحداث. لهذا المسؤولية تقع الدرجة الأولى أقولها لكم على القيادات والأطراف الليبية، والخطوة الأولى هي تشكيل حكومة حتى تكون الخطوة الأولى لبقية المؤسسات الدستورية، سواء تعديل أو صياغة الدستور أو بعد ذلك انتخاب برلمان موسع، بعد ذلك رئيس جمهورية أو أي أسلوب. لكن الخطوة الأولى هي تشكيل حكومة وحدة وطنية اللي هما حوالي سنة هما يتناقشوا فيها، واللي هي الآن أنا بستغرب بعض المرات يقولوا لي ربما ثلاثة أو أربعة حقائب وزارية هي اللي تعيق، يعني مش معقول. وأنا أقول لك يمكن الموضوع الليبي أسهل بما يمكن إذا أخذوا الليبيين المبادرة بأنفسهم وخذوا المسؤولية لإنقاذ وطنهم وإنقاذ يعني وحدته وإنقاذه كذلك من شرور هؤلاء الإرهابيين اللي بدأوا فعلا يأخذون من الفراغ مكانا لهم لتكريس وجودهم. هذه هي يعني الرسالة اللي لازم نوجهها إلى الأشقاء في ليبيا، بالذات المسؤولين أو القوة السياسية وحتى العشائر وكل المكونات المؤثرة في المجتمع الليبي. معالي الأمين العام المساعد، معالي لو سمحت، بالنسبة لسؤالي لمعالي الأمين العام المساعد، عرفت نفسي محمد أبو حمد مراسل النيل الأخبار. بالنسبة لهناك كما ذكرت سيادتكم بأن هناك تطابق ما بين قرار وزراء الداخلية العرب ووزراء الخارجية العرب بشأن وصف حزب الله بأنه جماعة إرهابية. ماذا بعد هذه الخطوة؟ هناك قناة المنار، المنبر الإعلامي الناطق باسم حزب الله والتي تعادي الكثير من الدول العربية وتشن حملات إعلامية ضد دول عربية ذات سيادة وتتدخل في شأنها العربي. ماذا بعد بالنسبة للتعامل مع قناة المنار بالنسبة للتعامل مع حزب الله الخطوة القادمة؟ بالنسبة للسؤال سؤالي بالنسبة لوزير خارجية البحرين، بما أن البحرين الآن هي رئيس الدورة الحالية لوزراء مجلس وزراء الخارجية العرب، الكرة الآن أصبحت في ملعب البحرين، هناك دعم عربي سياسي كبير من جانب وزراء الداخلية العرب ووزراء الخارجية للبحرين باعتبار حزب الله وهي جزء من المد الشيعي في المنطقة. الآن ماذا بعد هذه الخطوة وهذا الدعم العربي الكبير الذي حظيتم به؟ شكرا جزيلا. بالنسبة للموضوع اللي هو حزب الله طبعا احنا عندنا بالوثائق وبهاي هل هو تدخله في إثارة الفتن في البحرين وإثارة النعاط الطائفية وتهريب الأسلحة والمتفجرات والتفجيرات والعمليات الإرهابية. وأعتقد بأن احنا يعني الدعم اللي من إخواننا العرب سواء كان في وزارة الداخلية وزارة الخارجية يعني دعم مشكور جدا، وهذا هو يعني هذا اللي احنا نتوخاه دائما من الأخوة العرب، بأن أي تدخل خارجي في شأن أي دول عربية يعتبر تدخل في الدول العربية جميعا، وإحنا قادرين ومشكرين لهم اللي هو إشارتهم بجهود الأجهزة الأمنية واستنكارهم للتدخلات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي في البحرين. هذا قرار وبعدين أنا لست وزير خارجية، أنا وكيل وزارة الخارجية. آخر سؤال. معالي نائب الأمين العام، أنا برحب بحضرتك وبرحب بزمايل الكرام. لي سؤال بسيط يا فندم، هل الجامعة العربية بتؤيد التدخل الأوروبي أو الغربي في ليبيا إذا ما تم التوافق حول هذا القرار للقضاء على داعش
ده الشق الأول. الشق الآخر، الرئيس الأمريكي دعا السعودية وإيران للتعايش السلمي في الأيام الأخيرة، وأيضا وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قال قبل أيام إن السعودية على استعداد لطي صفحة الماضي مع إيران وفتح صفحة جديدة إذا ما تراجعت إيران وكفت عن التدخل في الشؤون العربية. ما أسس إقامة شراكة بين العرب وإيران ووقف حدة التجاذبات السياسية بين السعودية وإيران في الآونة الأخيرة من وجهة نظركم كجامعة عربية؟ شكرا. أولا بالنسبة للتدخل الخارجي، نحن من حيث مش فقط المبدأ وما بعد المبدأ، نحن ضد أي تدخل خارجي، ونعتقد ونعتبر أن أي تدخل خارجي في شؤون عربية، وإحنا كنا نتكلم على إيران يعني، فما بالك إذا كان تدخل عسكري، نحن ضده، وبالعكس سيعقد الأمور. أي تدخل في ليبيا سيزيد من تعقيد الأزمة، وسيكون يعني جاذب لمزيد من الإرهاب من مختلف بقاع العالم، سيكون مغناطيس لجلب هؤلاء الإرهابيين المنتشرين والكامنين في مختلف بقاع العالم. بالنسبة لإيران، احنا لا ننتظر ان الولايات المتحدة تقولنا صالحوا بين إيران، لا، احنا إيران دولة شقيقة ودولة كما قلت، ولكن فيها مشاكل كما شرحتها أنا من الأول وبكل بوضوح، ولا ضرورة أعود إلى تكرار ما قلته. ولهذا نأمل إن شاء الله أن تسوى هذه المشاكل، لا بد أن تكون هناك إرادة من الإيرانيين بأنهم عازمين وعندهم الإرادة السياسية لحل هذه المشاكل. هذا ما. شكرا لكم، شكرا جزيلا.